بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نحط الفرنتشر او الاساس الكراسي والترابيزات والحاجات دي. طيب هقول له انا عايز ارسم حيطه بالشكل دوت. وحيطه مثلا من هنا لهنا، وحيطه مثلا من هنا لهنا. ممكن اجي هنا احرك الحيطه دي كده. طيب دلوقتي بقى عايز احط الفرنتشر، وليكن مثلا عندي هو الباث روم، اقول له انا عايز الباث روم، هو بيحط لي حاجه 2 دي و3 دي في نفس اللحظه. عايز تتخيل شكلها هيبقى عامل ازاي؟ لو جيت هنا هشوف، ممكن مثلا تقول له انا عايز احط شاور اهوت. طب عايز احط تواليت يونت اهيت. كل واحده من دول لو دوست عليها مرتين هيجيب لك الموديفاي فرنتشر، النيم، اللوكيشن تقدر تغير فيه براحتك، الزاوية اللي انت عايزها، الاكس والواي، السايز بتاعك، كل حاجة من الحاجات تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب ممكن تقول له انا عايز احط مثلا نوش هنا. طيب البدروم اهي، تاخد السرير تحطه هنا، وتدخل هنا تعدل زي ما انت عايز. ممكن تعدل الكرر مثلا بالشكل دوت، ممكن تعدل الاكس والواي بتاعك، الانجل، الزاوية، السايز نفسه تكبر فيه زي ما انت عايز، تعدل الماتيريال زي ما انت عايز. ده كومودينو. طيب الكيتشن هوت، طبعا الحاجات دي لو نزلت تشتريها هيتخرب بيتك انا عارف. طيب هنا ممكن تحط مثلا دور بالشكل دوت، ممكن تحط دور بالشكل دوت، ده سرير. ممكن تحط دور من في بواب هنا، دي الحاجات بتاعت غرفة المعيشة. ممكن مثلا نقول له الستير كيس لو انت عايز تعمل ستير. اي لحظة بتحط الستير اهوت، وبعد كده تدخل على الخصائص بتاعته تعدل فيه زي ما انت عايز. وهنا هتلاقي كل العناصر تقدر في أي لحظة تخفي حاجة فيهم أو تغير الماس بتاعهم زي ما أنت عايز.